مو فلوكس كان حديث الناس مبارحة من بعد إطلاقه لفيديو كليب أغنيته العربية الأولى بعنوان البليكي. أنا ماني عارف كيف وصل لهون، صرتي بعيدة عني أنت اليوم. فانتشرت الأغنية والفيديو كليب بشكل كتير كبير نظرا لمعاني الكلمات ومشاهد الفيديو كليب اللي نسبها الجمهور للعلاقة اللي كانت بين نارين بيوتي ومو فلوكس. فقبل أشهر انقطع هذا الثنائي عن التصوير مع بعض، وحتى ما جابوا سيرة بعض بفيديوهاتهم، مما أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحكى عنه عدد كبير من رواد الانترنت. هذا غير حديثهم عن فيديو كليب أغنية نارين ارتاح اللي نزلتها نارين بعد الخلاف اللي صار بيناتهم، وصرحت عن مجموعة من التصريحات اللي من بينها كانت أنها عم بتعيش فترة صعبة. أما مو فلوكس فاختار تجسيد هذا الموضوع بفيديو لأغنيته الجديدة العربية، فكانت كلماتها بتوصف حالته حاليا وحالة علاقته بنارين. السنة اللي كنت مش داري ان اللي قدر لي نمداري قصة حب افضل اقول فيها. انا قلبي ليكي وانتي قلبك ليا، قلبي ليكي ليكي انتي وبس. اما المشاهد فلطالما شفنا نارين ومو فلوكس بمطاعم بفلوقاتهم، فهذا جسد بالفيديو كليب، ولطالما شفناهم مع بعض بسيارات مو الفخمة فهذا جسد ايضا بالفيديو كليب. والدليل الاقرب بشكل كتير كبير بنظر الجمهور كان شنطة الالعاب اللي لطالما شفناها بفيديوهات وستوريهات نارين بيوتي واللي بتسميها ليميتد اديشن، فجسدت ايضا بالفيديو كليب. والبنت اللي على شكل النجوم فأكيد شبهها الجمهور بنسبة 100% لنارين بيوتي. فاعتبر عدد كبير من الجمهور أن هذه الخطوة اللي عملها مو فلوكس خطوة مهمة لعودة الثنائي اللي لطالما شفناهم مع بعض بعدة فيديوهات، واللي دائما بيرسموا البسمة والبهجة بوجوهنا لما نحضر فيديوهاتهم. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.